موضوع كيشو اكيد عمل لكم ازعاج كبير جدا كلجنه اولمبيه او كبعثه اولمبيه، والنهارده كان رد حق كيشو النهارده الوضع كان بالنسبه لكم عامل ازاي يا فندم؟ لا طبعا موضوع كيشو كان يعني مش ظريف خلاص تمام، ويعمل دردكه لاي بعثه الحقيقه. وبشكر الحقيقه معالي السفير علاء زكريا، عمل جهد خارق هو وزير الشؤون الرياضيه اشرف صبحي مع رئاسه البعثه المهندس ياسر ادريس، كان هم المسؤولين الحقيقه ومرتين بحل هذه المشكله. والحمد لله انها اتحلت والولد رجع النهارده لمصر. الموضوع ده تقريبا لف في الدنيا يعني لف في العالم كخبر، يعني هل احنا في اي اجراءات مضاده قانونيه هنتخذها في البحوث؟ اكيد في اجراءات هتتاخد بعد كده زي ما انت قلت. لازم يبقى في كشف حساب زي ما بنقول خلاص، وتقييم فني منطقي للناس عشان تبقى كل واحد عارف الدنيا فيها ايه وايه المتوقع وايه وليه ده ما حققش ليه ده حقق، بس يعني بمنطقيه خلاص، مش بقول بحكم اعدام على من لم يحقق، دي رياضه في الاخر، كل شيء وارد فيها، التوفيق وعدم التوفيق. وفي الاخر لازم نحاسب نفسنا ونشوف يعني ماشيين على فين بعد كده. طيب في سؤال برضو حضرتك اكيد بتسمعه كتير من الجماهير المصريه والمتابعين كلهم، يقول لك احنا ليه ما نروحش بعدد العاب معينه بنبقى عارفين فيها ان احنا نقدر ناخد ميداليات، ما نروحش بكل الالعاب او بالعدد ده كله؟ ده اكبر خطا خلاص، ولازم يعني الشعب المصري يبقى عنده ثقافه رياضيه اكتر من كده. الاولمبياد بتاهلها 10500 لعيب من 7 بليون بني ادم الموجودين على هذا الكوكب. 10500 لاعب ولاعيبه فقط هم اللي بيوصلوا الى الاولمبياد بعد تاهيل من اصعب ما يمكن في 32 لعبه اولمبيه فقط لا غير. فان يبقى عندك كل ما يبقى عندك عدد اكبر يعني من هؤلاء ال 10500 فده فخر لبلدك. احنا عندنا تاهلنا ب 148 لاعب ولاعبه هم صفوه لاعبي العالم. نفتخر بيهم جميعا، كلهم ابطال، كلهم بذلوا جهد يعني كبير جدا، مجرد مشاركتهم في الاولمبياد تحطهم في حته ثانيه خالص، انك انت لاعب اولمبي دي يعني عدد قليل قوي من 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 الرياضيين بيقدروا يوصلوا. فلا ما نقللش من حجم اللي وصل الاولمبياد، بالعكس اللي وصل الاولمبياد ده يعني حاجه عظيمه جدا. من عنده فرص منافسه يعني بذل اقصى جهد، كل ولادنا بذلوا اقصى جهد، انما مش معناها ان انا بذلت اقصى جهد وطلعت في المركز الاخير في لعبتي ان انا يعني وحش، بالعكس ممكن يحقق في اللي بعديها حسب سنه خلاص، انما لازم نبني على اللي موجود. صحيح. مهندس شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات المهمة.